السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ احوالكم طيبه؟ صراحه اول مره بعد الحجر الصحي خرجت من بعد مده شهرين البنات وانا في الدار، ودابا خرجت عرفتي. الجو زوين والحال سخون بزاف بزاف، وانا جيت ناخذ شي حويجات صراحه، حيت واحد اللي خصو يخرج من الدار قلت نخرج انا اليوم نقضي هاد الحويجات، لانني كنصيفط راجلي ما كيجيبش ليا داكشي اللي باغا كامل. ايوا غراتسي. ايوا لاله عليك. وانايا دابا والبنات دابا انا غادي نمشي نجيبها، ودايره هاد الماسكيره كتقنط البنات كتقنط، واوبليغو ديريها يعني خصك ضروري ديريها. دابا غادي نمشي انا قريبه البنات، ها داري كاينه غير هنايا في هاد الهبطه، وانا هنايا حدايا النيغوسيات وحدايا حدايا المحلات كما كتشوفوا. شوفوا البنات هذه مقبره ديال النصارى، حدايا هنايا غادي نمشي باش نتقدى ناخذ الحويجات اللي خاصيني. كتعرفوا المراه ما كت هي اللي كتعرف شنو كتاخذ واش ما تاخذش. صراحه كان ندير الماسكا وتنحيدها ونعاود نديرها نحيدها ونعاود نديرها، كنقنط والله الا كنقنط. المهم ها هو كاين ها الاول، هذا خاص غير بداك المواد ديال التنظيف التجميل وكل شيء، وهذا كونط خاص بالمواد الغذائيه فيه كل شيء. وانا غنمشي لهذاك اللي لهيه انس، صراحه كيعجبني ومنه كنتقدى مره من كونط مره من ليه، مي انا كنمشي اللي لهيه صراحه. والجو زوين البنات دابا صافي الصيف شميشه دابا. الا صوتكم جاني صوتي جاكم بعيد لانني دايره داك على فمي، ايوا ما خصنيش نخرج بلا ما نديرو. هانتوما البنات، البنات هنا كنجي كناخذ الخزامه، ولكن خصهم يشوفوني مني كتنوض مزيان مزيان البنات. الخزامه هذه خزامه هذه هيا، مني كتنوض مزيان هنايا كنخرج في الليل، وكناخذها في الصيف كتكون موجوده هنا. الدنيا كتكون عامره بالخزامه، دير خزامه البنات غزاله الخزامه ديالهم. هانتوما الزرع كيما كتشوفوا، الجو زوين البنات والله الا رائع رائع صراحه. خاصني شي معنات، ولكن ديال المعان ما حالش، وممنوع تشري المعان. بحال البارح قلت للراجل يجيب لي معاك واحد الحكاكه صغيره كانت تهرسات ليا ديال الثومه ولا هذا صغيره، ما بغاوش يبيعوها لي، غادي نقطع غير من هنا لهنايا، ما بغاوش يبيعوها لي. قالوا له لا انك لا ما كنبيعوش، ما كنبيعوا المواد الغذائيه صافي، حالين على حساب المواد الغذائيه فقط. كي دايرين البنات بعدا احوالكم كلهم بخير؟ ومن هاد المنبر كنشكركم بزاف بزاف بانكم كتفاعلوا معايا صراحه، و كنشكركم وكنوجه لكم تحيه خاصه ليكم كاملين، ونتمنى من هاد الوباء ان شاء الله يزول. دابا غنمشي ناخذ الكروسه باش نمشي ندخل نتقدى ناخذ داكشي اللي خاصني البنات، وهانتوما معايا يلا نشوفو. المهم كاين غادي ناخذ الكريريسا ديالي، دابا البنات خصني نجبد باش ناخذ الكريريسا. كما كتشوفو واقفين هاد الباب باش خصك ديري كاع الوقايه ديالك كامله. المهم نسميها
راس. هنا البنات ديري الكوانتي غادي نحط باش نحطو. بعد ما البنات هزيت هذاك الشيء اللي خاصني غادي ندوز للثلاجه باش ناخذ الباستا سفوليا لانني كنحتاجها، وغندوز ناخذ واحد شويه الفرماج وشي تخربيقات خاصيني ونمشي نخلص ونخرج باش نمشي للجهه الاخرى فين وريتكم المره الاولى كونات. غادي نمشي باش نكمل التقضيه ديالي لانني ما لقيتش هنا كل شيء، لقيت غير شي حويجات لقيتهم تقاداو. ايوا خليكم مع الفيديو ونتمنى تكونوا درتوا معايا شي شويه وبدلنا الجو وصافي. ما البنات تقديت من الجهه الاخرى خلصت، جا عندي راجلي الطوموبيل باش حطيت عنده كلشي في الطوموبيل لان ممنوع يدخلوا جوج غير واحد، حطيت عنده حين جيت انا على رجليا ما جيتش في الطوموبيل. بغيت نتمشى واحد شي شويه صراحه حيت شحال هذا ما خرجت. ايوا قلنا نتمشاو شويه ومنها ندوركم معايا وتشوفوا معايا الدنيا كيفاش دايره. هنا البنات غادي نجي ناخذ داك الشيء اللي ما لقيتوش في البلاصه الاخرى، غادي ناخذ شويه الخبز حتى هويا، المهم غادي ناخذ شي تخربيقات خاصيني وباش نرجع للدار باش نمشيو نديرو الفطور لان العشيه هذه مشى الحال، خصني نرجع بالزربه باش نمشي نبدا الفطور تاعي. وهانتوما معايا وخليكم حتى الاخير.
البنات كملت خديت هذاك الشيء اللي خاصني صراحه، ما خديت شي حاجه بزاف، خديت غير الشوفان لانه تقاد عليا صافي. خديت شويه الفرماج، شويه الخبز ديال الزرع، شي تخربيقات شي شويه بحال هكا، ما تقديت من الجهه الاخرى. دابا غادي نخلص وغادي نخرج. شوفوا البنات كيخليو المسافه بعيده على الواحد. المهم غادي نخلص وغادي نخرج نمشي باش نقضي واحد الغرض اخر، وعاش نجي للدار لاني خصني ضروري نمشي نقضيه. غنمشي نقضيه ونرجع للدار، وهانتوما معايا ويلا باش توجهوا معايا اليوم الفطور اللي غادي يكون ديال الزربه، لانه مشى الحال واليوم كان عندي مشارجي بزاف بزاف، ولكن الصراحه تغلبت على الوقت. يلا وهانتوما معايا ونخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بعد ما البنات قديت وساليت حيدت عليا هاد الحمل ديال التقاديه الصراحه، لان نهار متعب، نهار وانا كان نهار كامل البنات وانا كنشري. المهم غنمشي نقضي واحد الغرض ديالي، خصني ضروري نقضيه وباش نرجع للدار، وانا مصارعه مع الوقت على حساب الفطور. واخا كيبان لكم البنات الشميشه واليوم الجو كان غزال والصهد البنات الصهد على الجهد. المهم ضروري خصني نمشي نقضي هذاك الغرض ونجير العشيه هذه، ونجي باش نوجد الفطور ديالي اللي غيكون خفيف وظريف وديال الزربه البنات، ديال الزربه، شي حاجه ديال الزربه. يلا نتوما معايا ودوروا معايا واحد شي شويه. المهم انا غادي نهبط نقضي واحد الغرض، داري انا غير هنايا، ماشي انا داري هي هنايا فين غادي ندور لكم الكاميرا هي هذه. ودابا غنهبط نمشي باش نقضي واحد الغرض وعاش نرجع. يلا خليكم مع الفيديو. انا البنات جيت للدار، غادي نبدا نحضر الفطور تاعي. يلا هانتوما معايا. اول حاجه باش نربح الوقت البنات غادي نبدا باش نحضر الشوربه ديال الشوفان. غادي هنا ندير البصله الخضاريه البنات، غادي نشحرها في الزيت مع شويه الملح وشويه الابزار، وغادي نبللها ونخليها حتى تغلى ونرمي فيها الشوفان. بعد ما غلى البنات الماء كتشوفوا غادي نرمي الشوفان هنا البنات. انا غادي انا كنرمي وانا كنشوف على حسب الكميه، وكنحرك باش نشوف واش غادي هذاك الكميه اللي باغا انا. المهم هنا غادي ندير 10 ديال المعالق كبار كما كتشوفوا معايا، غادي نحرك ونزيد نحرك ونزيد حتى نكمل 10 المعالقات كبار، ونحركهم ونخليهم ونسد عليه، ولكن ما نسدش عليها كامله لانني الا سديت عليها كامله غادي تفيض. الاحسن تخليوها محلوله، الطاوه ديالكم تخليوها محلوله باش يطيب، ولا تسدوا عليها في شي حاجه. المهم انا غادي نخليه حتى يطيب ونرجع معاكم. هنا البنات بعد ما طاب لينا الشوفان ديالنا كيجي رائع البنات، جربوه وردوا عليا الخبر. هنا البنات بعد ما طاب
غادي نضيف ليه واحد كلو جوج كيسان ديال الحليب، وغادي نحركو وغادي نخليه حتى يشرب شي شويه بحال الحسوه البنات. غادي نخليه حتى يشرب شي شويه وغادي نطفي عليه النار، وها هو جاهز معنا الطبق الاول. ندوزو للطبق الثاني البنات. البنات جيت غادي نعجن دابا البطبوط، هذاك البطيبطات الصغيورين. المهم عندي هنا الخميره ديال العجينه، عندي شويه الملحه وشويه السنيده، ما كندير فيه حتى حاجه، كنعجنو عجينه ديال الخبز عادي وعجينه البطبوط عادي، انا ما كنعجنو حتى مي، انا كنخليها البنات مرخوف بزاف. هذا هو السر اللي كيجيني منفوخ ومهوي من الداخل، وكيجي زوين وما كيجيش مدقص وما كتجيش فيه ريحه الخميره. المهم هانتوما معايا، كندلكو مزيان مزيان مزيان، كنعطيه حقه في الدليك، وغادي نخليه يرتاح واحد لمده 5 دقائق حتى 10 دقائق، المهم على حساب الحراره اللي كاينه. دابا كاينه الحراره كما كتشوفوا، كنخليه شويه جاري، وانا كندلك وانا كنشوف عيني ميزاني، لان الفورس كيشرب. انا درت فيه هنايا زلافه ديال الفورس، ودرت فيه زلافه صغيره ماشي كبيره، زلافه صغيره ديال الفورس وزلافه صغيره ديال سبيسيال. المهم انا غادي نجمعو وغادي ندلكو مزيان مزيان، نعطيه حقه مزيان، وغادي نغطيه ونخليه حتى يرتاح ونرجع معكم. بعد ما ارتاحت معنا بنات العجينه كما كتشوفوا على هذا الشكل، غادي نقطعها نصفين على هذا الشكل، وغادي نبدا نطلق بالمدلك كما كتشوفوا، وغادي نطلقو مزيان البنات. اللي بغى يقرصها بيديه يقرصها، ولكن الاحسن البنات اصلا كيطلق بالمدلك. مهم انا غادي نطلقو بالمدلك على هذا الشكل بشويه بشويه، ومني غادي نكملو غادي نجيب القطاعات. مهم كل واحد اللي قداش بغاه، اللي بغاه صغير يقطعو بالكاس، واللي بغاه كبير يقطعو كبير شي شويه يقطعو بهذيك الجبانيه اللي كتكون متوسطه، واللي بغاه كبير بزاف يقطعو بجبانيه كبيره. المهم هادو اللي ما عندهمش القطاعه، اما اللي عندهم القطاعه، انا عندي قطاعه كنقطعو. المهم كنفضل نقطع واحد صغير على شكل دائري، وغادي ندير معكم واحد على شكل قلب. يلا نخليكم معايا. والعجينه البنات راه كتكون رطبه رطبه، وراه لحت فيها شويه الزعتر ونسيت ما قلتهاش لكم، لانني لحت فيها شويه الزعتر. المهم ها القطاعات اللي عندي انا، غادي نكتفي بالدائري وغنكتفي اللي على شكل قلب كما كتشوفوا. غادي نقطع كاملين ونخليهم باش يرتاحوا، انا ما خليتهمش غلاظ بزاف، غير ماشي بزاف كاع السمك ديالهم رقيق شي شويه. المهم غادي نقطع كاملين ونخليهم يرتاحوا. العجينه اللي قطعت بها كنجمعها ونكورها ونخليها ترتاح باش تنعاود نطلقها ثاني. يلا نخليكم مع الفيديو ونرجع معكم من بعد. بعد ما كملت البنات الكميه كامله ديالي، غادي نجمع هذوك اللي جمعتهم غنديرهم على شكل قلب. هنا غنخليهم يرتاحوا البنات،
بعد ما خمر البنات خليته مدة 5 دقائق بما غسلت المواعنات، ما خليتوش بزاف لانني ما كنخليهش بزاف صراحة. مهم هنايا غادي نديرو يطيب ونخليه، وانا كنقلب شوية بشوية. وهنا البنات وسط المقلة كندير واحد شوية الزيت، انا ديما كنديرها من كنبغي نطيب البطبط الصغيور كندير واحد شوية الزيت وسط المقلة وكنخليه وكنبدا نقلب. ها هما غادي يبداو يتنفخوا معايا البنات، كيجيو خاوين ومنفوخين، منفوخين وخاوين من الوسط، وانتم غادي تشوفوهم معايا في الاخير. مهم انا مقابلاهم حتى نطيبهم، وفي نفس الوقت شوفوا البنات كيتنفخوا كيجيو رائعين. وفي نفس الوقت البنات غادي نبدا نوجد ليهم الحشوه لاي واحد كيعرف الحشوه ديالهم. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، داكشي اللي عندك في الدار اختار غير داكشي اللي عندك في الدار، ما تكلفيش على راسك. اللي عندك في الدار عمري بيه، واخا يكون غير الفرماج وكاشير، مهم اللي عندك في الدار ما غاديش تختار اي شي حاجه. وانا غتشوفوا معايا غادي نوجد جوج حشوات باش درت على شكل قلب. يلا نخليكم باش تشوفوا معايا الفيديو. هنا البنات بعد ما كملت الطياب ديال البطبوط الصغير ديالنا غادي نجي هنا نوجد الحشوه. هنا عندي الحشوه الاولى والحشوه الثانيه. الحشوه الاولى فيها شويه الكفته وشويه المطيشه وشويه الخس، والحشوه الثانيه فيها الطون وفيها شويه تاع المايس هما على شكل قليب البنات هما غتشوفوا معايا، وفيها خيزو محكوك، فيها الزيتون مقطع دواور، وفيها البيض مسلوق محكوك. صافي هادشي اللي فيها اكتفيت به، هادشي صافي. وغادي نخلط الكل. هنا البنات غادي نحل البطبوط ديالنا الصغيور، كيما كتشوفوا كيجي مفشفش ومنفوخ ومن الداخل خاوي. غادي نفرش ليه واحد شويه ديال الفرماج، انا البنات كنفضل ندير هاد الفرماج على المايونيز، لما كنتش مصايبه كندير كنفضل ندير انا الفرماج على المايونيز، ما عرفتش علاش. المهم هنايا غادي ندير بحال هامبورغر، كيجي رائع وزوين، فيه غير الخس طريف ديال الكفته وجوج طريفات ديال المطيشه وشويه الفرماج ديال الساندويش. صافي هادشي اللي غادي ندير، غنكتفي بهذا القدر في الحشوه الاولى. الصراحه هاد الحشوه كتجي رائعه وزوينه وسهله واقتصاديه وسهله في نفس الوقت. المهم ماشي ضروري تكون الكفته، يقدر تكون كفته ديال الدجاج، تقدر تكون المهم اللي عندك صدر ديال الدجاج، المهم اللي عندك غتكتفي به. كما كتشوفوا البنات شوفوا البطبوط كيجي رائع من الداخل، كيجي كله مهوي وكله محلول. ما كندير شي حاجه فيه سبيسيال، كنعجن عجينه ديال الخبز ما كنزيد عليه حتى حاجه، ما كننقص، كندير فيه شويه السنيده صافي، ما كنعجنو عجينه الخبز. المهم انا نكمل معكم الكميه باش ندوزو نعمرو القليبات تاعنا اللي جاوا رائعين البنات تاعمايا. صراحه كيجيو غزالين، كيعجبوني هذوك اللي على شكل قلب كيجيو رائعين وغزالي. المهم انا غنكمل الكميه ونخليكم معايا مع الفيديو. شوفوا البنات كيجي رائع، جربوا وردوا عليا الاخبار، وما تخليوش يخمر بزاف بزاف. صافي كيكتفي انه خمر المره الاولى وارتاح، هذا كافي. انه تخليه تيخمر بزاف وديريه طيبيه راه كيطيح، ما كيبغيش يتنفخ. المهم نخليكم مع الفيديو، ونتمنى من البطبوط ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه، علاش لا. صراحه كلشي كيعرف يديرو، علاش لا. انا كنهضر على المبتدئات ديما كنقولها لكم، وصراحه واش كيفيد شي. هنا البنات الفرماج داب بصح بصح بصح، خرجته غير من الثلاجه حطيته فوق الطابله داب، عرفتي الصهد البنات. هنا البنات هو اللي على شكل قليب غادي ناخذه، حتى هو كيجي مهوي من الوسط كما كتشوفوا. شوفوا كيجي زوين ومهوي، كيعجبني المنظر ديالو الصراحه. غادي نعمره بالحشو الاخر، حتى هو غندير ليه نفس الشيء، غادي ندير فيه شويه تاع الفرماج وغنعمره بالحشوه اللي قلت لكم تكون من شي حاجات اللي بساط بساط بزاف. صراحه كنعتمدوا عليه فيها رمضان بزاف. هنا غندير الخس، غير دايره دايره
درت الفطور، انا قلت لكم غير شاركت معكم فطور البسيط ديالي وصافي. يلا نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد. يلا يا البنات، بعد ما كملت البطبوط تاعي عمرته وخليته، جيت كنوجد الطبق الثالث وعيت البنات، صافي عيت هنا تديت. غنوجد هذا بارك عليا، ما غنديرش حاجه سبيسيال، صافي بارك الله يجعل البركه. اللي عندنا في الدار هنا ندير الخضاريه، وغادي ندير البصله الخضاريه وندير شويه الربيع، وهنا البنات عندي الفلفله مقطعه وعندي مطيشه مقطعه وعندي شويه ديال الفروت دي ماري، الفواكه البحر. هنا غادي واحد شويه ديال الكالمار، غادي نقطعو قطيعات صغيورين وغنلوحو معاهم، وغادي نضيف ليهم واحد شويه زيت العود، وغنضيف ليهم واحد شويه البزار والمليحه. صافي ما غاديش نزيد ما كثر، غندير البزار وملحه وفص ديال الثومه، غادي نقطعو حتى هو قطع رقيقه، وغندير الكل يتشحر على نار مهيله حتى يتشحر كل شيء، وغنضيف ليه واحد شويه الماء، تلقى ديك مطيشه وتلقى هذا، نضيف ليها البنات واحد كاس ديال الماء مع جوج معالق ديال المطيشه ديال الحك، ونخليه يطيب على المهل حتى يوجد معنا. والبنات بعد ما درتو كيتشحر، غادي نخليه يتشحر مزيان مزيان، وتلقى ديك المطيشه وتلقى ديك الفليفله الحمراء، وضفت ليه هنايا شويه البزار وشويه تاع الملحه والزيت العود لزيت الزيتون، صافي ما زدت حاجه، والثومه. غادي نخليه يتشحر مزيان مزيان، ونضيف ليه قلت لكم كاس تاع الماء وجوج معالق ديال مطيشه الحك، ونخليه حتى يختار، ونسلق سباغيتي اللي هي رقيقه رقيقه ديال الشينوا واللوحه فيه. اول بنات بعد ما طاب معنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل لاصوص، بغيتوا البنات ديروه في بيتزا كيجي رائع في البيتزا، كما البنات ديروه حتى في البيتزا كيجي رائع وزوين، مهم لكم الاختيار. مهم انا درت ليه هذيك الشعريه الرقيقه ديال الشينوا، كتجي فيه رائعه وزوينه، وخليته حتى نشف، وغنقدمه بالصحه وبالراحه، ونتمنى من الطبق يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم نهاري اللي دوزته معايا، ما تنساوش تخليوا لي تعليق، ما تنساوش تشاركوا في قناه عالم بشرى في ايطاليا، وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد ومع وصفة أخرى إن شاء الله. ومع السلامة.